بسم الله الرحمن الرحيم. رابع فيديو بسلسلة شرح فسلجة الجهاز القلب والدوران. نشوف اليوم إن شاء الله الأرثروسكليروسيس والأمراض اللي تصير بالأوعية الدموية. فالكورونري أرتريز، طبعا الكورونري أرتريز هي الشرايين اللي تطي الدم للقلب، لأنه أكيد القلب كعضو حي ونشط جدا، فيحتاج له كمية كبيرة من التوريد الدموي. فالشرايين اللي يعني تطلع من القلب وتطي الدم للقلب، العضلة القلب يعني، اللي هي الكورونري أرتريز. فالكورونري أرتريز هذني إيش وقت يعني يأخذن الدم ويخلوه بالعضلة؟ من يصير عندي دايستول، اللي هو من يصير أكو انبساط بعضلة القلب. هسه هو من يصير انبساط، مو يعني تتوسع يتوسع القلب وبالذات البطينين على مود يدخل الدم بيهم، وبعدين ينقبض على مود البطين الأيسر يضخ الباقي جسم، البطين الأيمن يضخ للرئة. زين، فهنا من يصير هذا الدايستول الانبساط اللي هو ان انكريز، اوكي، من يصير هذا الانبساط راح يصير البروفيوجن اللي هو النضح الدموي. فمن يزيد، لاحظوا، من يزيد الهارت ريت، من يزيد معدل ضربات القلب، فترة الدايستول راح تقصر، لانه بسرعة قاعد ينبض، ما قاعد يلحق انه يصير انبساط كامل. ففترة الدايستول هاي من راح تصير قصيرة، اوكي، هذا الشيء ايش راح يسبب؟ راح يسبب انه قليل دم يروح للعضلة القلبية، فراح يصير decrease myocardial perfusion، قليل نضح دموي يوصل للمايوكارديال اللي هي العضلة القلب. فالpatients particularly those with coronary artery disease، coronary artery disease، ذول المرضى اللي عندهم أمراض بالشرايين الكوروناري ممكن يكونون فشي اسمه myocardial ischemia. أي شيء ischemia معناها توريد قليل الأكسجين، أوكي؟ إسكيميا معناه شنو؟ أكسجين قليل. فاللي عندهم يعني أمراض أو خلل بالكورونري أرتريز يصير عندهم فتشي شنو؟ مايوكارديال إسكيميا، اللي هو قليل أكسجين قاعد يوصل إلمن لعضلة القلب. إيش وقت يصير عندهم مايوكارديال إسكيميا؟ من يصير معدل ضربات القلب مرتفع، من يصير الهارت ريت أكسلريتس مرتفع. زين، الأثروسكليروسيس اللي هي مرض تصلب الشرايين، طبعاً الأثروسكليروسيس يصير بسبب مثل ما نعرف عبارة عن بناء للدهون على جدار الشرايين أو على جدار الأوعية الدموية، ما يسبب تصلب، ولهذا اسمه تصلب الشرايين. فيصير من هاي الدهون قاعد تترسب، يصير أكو هيك مثل لوحة من الدهن، أوكي، هيك لوح، أوكي، من هاي الدهون واللي بصورة أساسية هي متكون من الكوليسترول على الخط اللي هو للداخل من الشرايين، طبعا اسمها بلاك، ومن البلاك هي عبارة عن شنو؟ ترسب الدهون اللي هي بصورة أساسية الكوليسترول. زين، هسا احنا قاعد نشوف مراحل تكون التخثر الدموي أو الجلطة. إذن أول شيء البلاك، ثاني شيء يصير عندي ثرومبوس. ثرومبوس اللي هو شنو؟ يصير أكو تخثر دموي، إذا البلاك هي عبارة عن دهون، بعدين يصير أكو ثرومبوس اللي هي تخثر دموي داخل الوعاء الدموي. زين، the plaque can cause a thrombus اللي هو blood clot to form. صار عندي تخثر دموي اللي هو ثرومبوس، بعدين يصير عندي الامبيولوس. الامبيولوس هذا الاسم يطلق على شنو؟ يطلق على اي شيء قاعد يتحرك بالوعاء الدموي، هو يبقى يتحرك يجري ويا الدم لحد ما يوصل مكان صار الوعاء الدموي صغير عليه فيوقف ويسده، هذا الامبيولوس. اوكي، اذا بالبدايه عندي بلاك، بعدين ثرومبوس، بعدين الامبيولوس. هسه من الامبيولوس، شوفوا، من الثرومبوس كان ديسلوج، يعني من تتحرك من مكانها، يصير امبيولوس. من تصير امبيولوس يصير بعدين عندي شنو؟ ثرومبو امبيولزم. ثرومبو امبيولزم اللي هو يصير الانسداد ويصير يعني قطع لي جريان مجرى الدم. اوكي، هسه الاثروسكليروسيس هاي الصوره اللي تتوضحها باعوا هنا اب نورمال بلاد فلو، التدفق الدموي صار مو طبيعي. ليش؟ لانه مساحه الشريان قلت، صار عندي البلاك هاي. فالناروينج، التضيق هذا بالفيسل لومن، بتجويف الوعاء الدموي بسبب البلاك اللي هو الفات فورميشن، تكون الدهون على الجدار الداخلي للوعاء الدموي. شنو اسبابه؟ ليش يصير عندي هذا الترسب للدهون؟ بسبب الدايت الهاي ان فات، بسبب عندي نظام غذائي عالي بالدهون والكوليسترول والاملاح، وكذلك نمط الحياه غير النشط والتدخين. ريسك فاكتورز، شنو المخاطر هاي الشغلة؟ أول شيء هاي بلاد بريشر، راح يسبب لي زيادة ضغط الدم. ليش؟ لأنه الجدار
صار كأنه قريب على الدم، فالدم راح يضغط عليه فيصير عندي زيادة بضغط الدم. Enlarged heart راح يصير عندي تضخم بعضلات القلب، Embolus مثل ما عرفنا، Blocking circulation راح يصير بلوك اللي هو غلق لبعض مجاري الدورة الدموية، ويصير Stroke. الستروك اللي هي سكتة دماغية، طبعا ستروك معناها سكتة دماغية. من سكتة دماغية معناها شنو؟ معناها الدم ما قاعد يوصل للدماغ. إذا اجت الامبيولاس هاي ووقفت بوعاء دموي يوصل للدماغ، فصار ماكو دم يوصل للدماغ، وبالتالي راح الإنسان يفقد الوعي، وإذا ما تم يعني اتخاذ إجراء طبي سريع راح يؤدي للوفاة. أوكي، فالكورونري آرتري ديزيز، لاحظة هسه أنا عندي نورمال هذا، وهنا أثروسكليروسيس صار تصل بالشرايين، وهنا صار أكو دم متخثر فصار أثروسكليروسيس with blood clot. هسه من الأثروسكليروسيس هذا affects the arteries that supply the heart muscle. هسه احنا عرفنا إذا صار هذا الخلل بوعاء دموي يوصل للدماغ يصير ستروك. زين، إذا صار التأثير هذا بوعاء دموي للقلب اللي هو بالكورونري آرتريز، شو راح يصير؟ راح يصير عندي أعراض. الأعراض هاي أول شيء راح يصير short of breath after simple exercise exertion. أوكي، يعني شو راح يصير؟ إنه الإنسان يمارس عمل بسيط ويحس إنه شنو تنفسه صار أكو قصور بالنفس، صار تنفس سريع. ليش؟ إنه القلب ما قاعد يأخذ أصلاً دم كافي على مود يؤدي عمله بطريقة صحيحة ويوصل الأكسجين باقي الجسم. راح يصير عندي الأنجينا اللي هي chest pain والذبحة الصدرية. اوكي، الانجينا اللي هي الذبحه الصدريه شو وقت تصير؟ من الكورونري ارتري ديزيز. طبعا الريسك ممكن يسبب لي شنو؟ ممكن يسبب لي مايوكارديال انفراكشن. هسه راح نشوف يعني شنو مايوكارديال انفراكشن، ويسبب لي كاردييك ارست، يسبب توقف القلب. ليش؟ لانه القلب ما قاعد ياخذ اكسجين، ما قاعد ياخذ دم، فراح يموت يوقف، وبالنهايه راح يصير دث وفاه. المايوكارديال انفراكشن طبعا القلب مثل ما نعرفه من اكثر الاعضاء نشاط بالجسم، وياخذ اكبر اكستراكشن من الاكسجين، عنده متطلبات أيضية عالية، ويأخذ نسبة 70-80% من الأكسجين الديليفرد، وباقي الأورغنز تصل إلى 25% فقط. فمن يصير مايوكارديال فراكشن، شنو اللي يصير بالضبط؟ إنه الكورونري فيسلز اللي هاي الأوعية الدموية اللي توصل للقلب اللي هي الكورونري، يمكن بالعربي ترجمتها التاجية، أوكي، آر بلاكت، يصير لها غلق تتنسد. الهارت مسل ستارد فور اكسجين، يصير اكو مثل مجاعه لعضله القلب تريد اكسجين. يصير عندي شنو؟ يصير عندي الم بالصدر اللي هو اسمه الانجينا. اذا هسه بقى ماكو اكسجين لفتره طويله راح يصير ضرر دائم بالعضله، وبالتالي العضله راح تموت. فلاحظوا العضله ماتت، وهنا صار اكو يعني سوري شريان او البعاد دموي انسد، وصار هنا اكو موت بالعضله. فبالتالي أنا مثلاً عندي مايوكارديال انفراكشن، شي يصير أول شي كورونري فيسل بلوكت، يصير غلق بأحد الشرايين التاجية أو أحد الأوعية الدموية التاجية، بعدين عضلة القلب راح تبدي تتعطش وتصير مجاعة عندها للأكسجين، يصير ذبحة صدرية اللي هو يصير chest pain، وبعد النهاية راح يصير death إذا طبقت ما بيها ما عنده أكسجين لفترة طويلة. زين، شلون يعالجوا؟ يعالجوا عن طريق عملية القسطرة اللي هي stent، اللي هي عبارة عن هاي شبكة wire mesh inserted into the artery على مود يوسعون التجويفة. وهو عمليةكم إجراء ثاني اللي هو الكورونري آرتري بايباس، اللي هو يأخذون شريان من الرجل، أوكي، وبعدين يزرعوه بالقلب. فهنا ندخله هذا داخله أكو بالون على مود يقدر ينفخه وبشبكة، وهنا هذا الوعاء دموي مو طبيعي. فبعدين شو يسوي؟ ينفخ البالون فتبقى الشبكة مفتوحة، وبعدين من يعني يشيل الهواء من البالون يقدر يسحبه ويطلعه، بس تبقى شبكة فاتحة الوعاء الدموي. اوكي، طبعا هنا اخذوا يعني اخذوا شريان وزرعوه بالقلب، واحد جديد هم مسويه، هذني هم مسويه، وهذني المسدودات، فسووا بدالهن يعني زرعوا بدالهن واحد مفتوح. الباقي من هاي المحاضره عيني عباره عن الليمفاتيك سيستم، واللي تقدرون تطلعون عليه، واكو تاثيرات تقدم بالعمر على القلب وهاي الاشياء. طبعا بس اريد انبهكم على شغله هنا، انه بالامتحان مره الدكتور جاب لنا سؤال شنو تاثيرات الايجينج على الهارت، وذكر هواي اشياء. كل الأشياء كانت صحيحة بنظري، يعني كانت كل الأشياء صحيحة. واحدة من الأشياء كانت ما متعلقة بالقلب، متعلقة بفتشي وعاء دموي لو عضو ثاني، هي صحيحة كمعلومة ما بيها شيء، بس ما متعلقة بالقلب. فانتبهوا لهاي النقطة، انتبهوا من دي يسألكم على الهارت إذا الإجابة راح تتعلق بالهارت. هذا اللي عندي بهاي المحاضرة، أتمنى لكم كل التوفيق يا ربي.